بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة عن قواعد عامة لمعالجة المرض والوقاية منه. القاعدة الأولى: إذا استطعت العلاج بالأغذية فلا لزوم لاستعمال الأدوية، ودي معناها أفضلية النظام الغذائي الصحي على الأدوية. فإذا كان النظام الغذائي الصحي سيؤدي بك إلى الصحة الجيدة والتغلب على المرض، ففي هذه الحالة لا يوجد لزوم لاستعمال الأدوية. القاعدة الثانية: استعمال الدواء الذي يحتوي على مركبات بسيطة في العلاج خير من استعمال الدواء الذي يحتوي على مركبات معقدة، خاصة إذا كان المرض بسيطا. أما إذا كان المرض مركبا فيستعمل دواء مركب، ودي معناها لما تيجي تستخدم أدوية ياريت تكون الأدوية تحتوي على مركبات بسيطة وليست مركبات معقدة، يكون العلاج بسيط. ولذلك هنا في هذه الحالة يفضل العلاج بالأعشاب على العلاج بالأدوية، لأن الأعشاب تحتوي على مركبات بسيطة وليست مركزة. القاعدة الثالثة: إذا لم يعرف الطبيب المرض فيجب ألا يعطي أدوية وخاصة الشديد منها إلا بعد أن يعرف نوع المرض. في هذه الحالة مينفعش الطبيب أو أي حد يدي دواء أو علاج أو أعشاب أو أي حاجة في حالة إن هو مش عارف نوع المرض. لازم الأول يتأكد إيه هو نوع المرض عشان يقدر يعطي العلاج الصحيح. القاعدة الرابعة: يجب ألا يجمع بين فصد المريض وإعطاء المسهل في يوم واحد. دي تخص الذين يعملون بالحجامة، يجب ألا يعمل حجامة للمريض الذي يأخذ دواء مسهل في نفس اليوم. يعني لما يجي يعمل حجامة ما يكونش المريض إيه بياخد أدوية من الأدوية المسهلة لإخراج البروز عشان لا يحدث ضرر للمريض. القاعدة الخامسة: الاستحمام قبل تناول الدواء يساعد على الشفاء، وقبل تناول الدواء عامة أيا كان نوعه. القاعدة السادسة: النوم عند أخذ دواء قوي يزيد من فعاليته، يبقى ياخد دواء قوي أو مضاد حيوي قوي. بعد ما ياخد الدواء لابد أن يأخذ قسطا من الراحة حتى يزيد من فعالية الدواء. القاعدة السابعة: بالنسبة للرجل العجوز أو الطفل الصغير أو المرأة الحامل أو الشخص ضعيف البنية أو المصاب بالإسهال، يجب الحذر من الدواء المسهل. مينفعش واحد يكون عنده إسهال وياخد دواء مسهل، أو امرأة حامل تأخذ دواء مسهل، أو رجل عجوز أو طفل صغير أو شخص ضعيف البنية. القاعدة الثامنة: إذا كان الدواء سريع النفاذية فيؤخذ معه ما يثبته، أما إذا كان بطيء النفاذية فيؤخذ معه ما يسرع نفاذيته. الدواء إذا كان سريع النفاذية يمتص بسرعة، وبالتالي في الحالة ديتي ممكن لا يكون ذا فعالية، ففي هذه الحالة يؤخذ معه ما يثبته. أما إذا كان بطيء النفاذية فيؤخذ معه ما يسرع نفاذيته حتى يسرع من مفعوله. القاعدة التاسعة: إذا كان العضو المريض بعيد عن المعدة ولا يصل إليه الدواء فيؤخذ معه الدواء ما يساعد على وصوله إلى العضو المريض. القاعدة العاشرة: القواعد المرتبطة بالأغذية. واحد: الطعام التافه كالشيبسي والأندومي يضعف القوة الجنسية. الشباب اللي هم كل شوية شيبسي وأندومي لازم يعرف ان هو القوة الجنسية عنده هتضعف. اتنين: كثرة الحامض يسرع بالشيخوخة. الشباب والبنات اللي هم بيكتروا من أكل الحامض لازم يعرف ان كثرة الحامض دياته بتسرع بالشيخوخة، والواحد يجي بعد كده يبدأ يدور على علاج الشيخوخة والتجاعيد وأشياء أخرى والخطوط الكلام ده. ثلاثة: كثرة السكريات تصيب بالأمراض المختلفة وتضعف القوة الجنسية. الناس اللي بتاكل سكريات كتير، السكريات دي بتصيب بأمراض كثيرة جدا جدا، وكمان لها تأثير على القوة الجنسية. والشباب اللي من دول سكريات كتير وشيبسي واندومي، والعملية ربنا يستر عليهم. أربعة: الطعام المالح يضعف الجسم ويصيب بالهزال. يجب أن تأكل الطعام معتدل الملح. اللي بيأكل الطعام مالح زيادة عن اللزوم لازم يعرف ان الطعام المالح يضعف الجسم ويصيب بالهزال. خمسة: ملازمة الحمية تنهك البدن، وهذه تخص الكيتو واللوكارب. ملازمة الحمية او الدوام على هذه الحمية فترة طويلة تنهك البدن، يعني تضعف
البدن. القاعدة 11، نتكلم على القواعد الصحية التي رددها الأقدمون، يعني القواعد الصحية اللي قالها ناس زمان. 1، اترك الطعام وفي النفس بقية، كله ما تملاش بطنك على الآخر، وخلي يعني زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. يعني لما تأكل مش لازم تشبع ومش لازم تملى بطنك للآخر لغاية ما يوصل الطعام لزورك، يعني لازم تسيب في النفس بقية. 2، الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. القواعد التي كان يرددها للناس الأقدمون، الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. وده هنا في الوقت الحالي حاليا بتجد ناس كتيرة مريضة مثلا، مثل مرض السكر، وبياخد النافع مثلا، بياخد زي دواء الأنسولين أو أي أدوية أخرى، ولكن هو استحالة إن هو يقلل من الضار اللي هو بيضر الجسم، السكريات وترك العيش والكلام ده. في هذه الحالة هو لو أقلل من الضار هيكون خير وأفيد له من إن هو يستمر على الدواء ويزود منه جرعات والكلام ده. 3، البطنة تذهب الفطنة. مصاب بالبطنة والسمنة، البطنة تذهب الفطنة، الذكاء بتاعه بيقل، البطنة تذهب الفطنة. وقال الشاعر قديما، ثلاث هن من شر الخصام، وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطء، وإدخال الطعام إلى الطعام. إذا عجبكم الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يصلك أجدد فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.